احنا مع الاسف هالايام القراء عندنا قليلين، ما عندنا يعني يقرؤون الكتاب، عندنا مظلوم، ما عندنا قارئ، كأن الدنيا اخذت الناس، بعد ما عنده فرصة هذا يقعد يحط له كتاب شوية يقرأ يثقف روحه يوسع مداركه، ما اكو. اذا عنده فضلة وقت يلقفها من التلفزيون والجريدة والمشاكل. الواقع نحن أمة لا تقرأ، مثل ما يقولون بأيامنا الأخيرة صرنا يعني الآن أعدائنا لما يمرون بنا ويذكرون العرب يقولون العرب أمة لا تقرأ، ما عندها. على كل حال أنا أنصح أي واحد من شبابنا بضرورة أن يقرأ، ويقرأ بتمعن. ليش؟ لأن إحنا معتدى علينا، يعني بصراحة إحنا نتعرض إلى تشويه في سمعتنا كثيرا، تشويه مروع شلون ما كان. فمن الضروري نقرأ حتى نطلع شوية، واحد يثقف روحه يطلع يكون مهيأ لفهم أي مسألة. وأنا لما يظلمني واحد أجنبي من برا والله ما أتأذى، لكن لما يظلمني أخو من إخواني يعيش وياي ويحمل عني صورة مشوهة، لا هذا يؤذيني. ورحم الله شاعرنا الذي يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحشام المهند.